مرحبا شبابنا، فقرتي اليوم مثل ما عودتكم عندي صورة راح أعرضها على شبابنا ونسمع رأيهم بهذه الصورة، والصورة هي لخارطة العراق. راح نشوف شنو رأيهم بهذه الصورة وشنو اللي قدمه هذا البلد لهم وشنو اللي منتظر العراق منهم أن يقدموا. خليكم وياي، أريد أشوف ردة فعلك بهذه الصورة من تشوفيها. هاي خارطة العراق طبعا، هذا البيت الجميل، بيت العائلة. أنت شوفتيني ممكن تكون لوحة فنية كلش حلوة اللي هي خارطة العراق. العراق أهلي، العراق وطني، بلادي، ملاذي الآمن، كل شيء يعني للعراق. طبعا هو أحلى دولة بالعالم. زين شنو اللي قدمه إليك هذا البلد؟ شوفي بصراحة أنا منتظرة إنه يقدم لي. علمني القراءة والكتابة، هو أصل من شرع القوانين فهذا بالعالم كله. والله للأسف يعني العراق ما قدم اللي لازم يقدمه. قدمني الأمن والاستقرار. بعدني أنتظر منه، أنتظر تعيين. يعني قدم لنا الضيم وظلايم، قدم لغيرنا اللي قبلنا، بس للي حاليا موجودين للأسف ما قدم. بس أقدر أقول لك هو ممكن قدم لأهلي، والدي، أخويا، ممكن أختي اللي أكبر مني بالسن. البلد أول شغلة أساسية قدم النجاح. طيب إحنا كشباب شنو اللي ممكن نقدمه لهذا البلد؟ راح أقدم له بمجالي، باختصاصي، بموهبتي، شوف وين مكاني، وين قدم له فشي بسيط صح البلد، بس إن شاء الله يفيد هذا الشيء. إحنا كشباب من أهم فئات الموجودة بالمجتمع. ابتعد عن الطائفية، البلد بحاجة إلى نكون إيد واحدة. مثل ما إحنا ننتظر بأن أنا أريد حرية وأريد أمان مثل ما ذكرنا، هذا لازم يجي أنا من ثقافتي. ما نخلي أي دولة بالعالم تحاول تكسر هذا البلد، لأنه شبابنا هم واجبهم واجبنا أن نعمر هذا البلد. سمعتوا رأي شبابنا، البعض منهم كانت إجابته إيجابية والبعض سلبية. نتمنى كل الخير للعراق، ونتمنى يعم الأمن والأمان من شماله إلى جنوبه.